7000 ملي امبير يا جدعان، هو ده الكلام بقى. يعني مش اكبر شركه بتصنع اجزاء للموبايلات في العالم على الفاضي. مين كان يصدق قبل كده سامسونج كانت دايما وبشكل كبير جدا بتستخدم اسمها بس، وبتتجاهل خالص اللي بتقدمه الشركات الصينيه، تديك مزايا كتير وبتديك سعر مغري. بدات دلوقتي تتحرك وتعرف ان كل يوم بتخسر فيه حصه سوقيه لصالح الشركات الصينيه، وابتدت تقدم حاجات ما قدمتهاش اي شركه صينيه قبل كده. الموبايل ده نازل باكبر بطاريه في العالم دلوقتي وهي 7000 ملي امبير، ومش بس كده، ده اخيرا معالج سناب دراجون عكس معالج اكزينوس 9611 واللي كان حرفيا بنتحايل عليهم يغيروه بقى، كفايه كده اتهرس في كل الموبايلات. هنا بقى غيروا فعلا، فلو انت جيمر الموبايل ده هيديك اداء قوي جدا، ولو انت بقى افلام وفيديوهات كتير الموبايل ده برضو هيكون مناسب ليك. فاكرين موبايلات 2019 البصمه كانت بتشلنا في حاجه زي الجالاكسي A50 كده؟ البصمه هنا في الجنب وسريعه جدا في الموبايل ده اللي هو M51. فعلا الموبايل دوت هو ضربه قاضيه لجميع الشركات الصينيه، بس يا ترى ايه العيوب اللي فيه؟ ايه الكاتش؟ يعني انت مديني حاجات يونيك او حاجات جامده جدا كتير، ايه بقى؟ ايه المقابل؟ مضحيين في ايه؟ هو ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. فاحنا النهارده جايين ندردش شويه عن احدث اجهزه سامسونج، هو الجالاكسي M51 او M51. بس قبل ما نبدا على طول، لو انت حاسس انك ممكن تستفيد من القناه ديت الوقت الحالي او المستقبل، اضغط سبسكرايب او اشتراك من تحت وفعل الجرس، وما تنساش تدعم نوار بلايك للفيديو. بالنسبه لمحتويات العلبه هنا، بص الاول كده عاوزك تعرف حاجه مهمه بسرعه، ان سلسله الام من سامسونج هي سلسله بتقدم قيمه مقابل سعر، وحرفيا مهمه السلسله دي هي منافسه الشركات الصينيه في لعبة السعر من غير ما يضطروا ان هم ينزلوا اسعار حاجة زي سلسلة الاي. عايزين سلسلة الاي كده زي ما هي، فنتوقع هنا ان هيكون في توفير شوية في التكاليف في بعض الجوانب. اول ما بتفتح العلبة بتلاقي الكرتونة المعروفة اللي بيكون فيها ورق الارشادات والضمان، وعادة بيكون فيها كمان الجراب. بس سامسونج هنا الصباح الفل، يعني ما فيش جراب يا عم، عاوزين يوفروا بقى شوية. بعد كده بتلاقي الموبايل وتحته بتلاقي ادابتر الشاحن ال 25 واط، وكويس انه بيجي بنفس السرعة اللي بيدعمها الموبايل. وبتلاقي الكيبل التايب سي، بس في حاجه هنا مختلفه في الكيبل، ان ده كيبل تايب سي لتايب سي، عدنا بيبقى تايب سي لتايب اي. يا ريت ما تكونش تهت مني في الحته ديت. بصوا ببساطه كده عشان يسهلوا عليك الموضوع ويخلوك ممكن تجيب اي موبايل تاني وتركب الكيبل هنا في ناحيه وهنا الكيبل في ناحيه، وتعمل ريفرس تشارج او اللي هو الشحن العكسي. يعني ممكن تستخدم الموبايل ده باور بانك عادي جدا 7000 ملي امبير. عيش الفكره لما قلت لك في المقدمه هي العيوب. اول عيب هنا ان مفيش سماعه في العلبه في موبايل بالسعر ده ولا حتى جراب، وهفضل اقول ان ده عيب لحد ما الشركات كلها تخلي فيه جراب وسماعه لو الموبايل ثمنه مثلا 4000 جنيه او ازيد. طبعا عدنا العيب هنا عشان ده تمن مش قليل. طيب بالنسبه للتصميم والخامات، طبعا لو جينا نقول هنا عن الموبايل بلاستيك وكده، سامسونج بتقول لك لا لو سمحت ما نسمحلكش، عندناش حاجه اسمها بلاستيك، عندنا جلاستيك، وده مزيج من كلمتين واللي هي جلاس اللي هو ازاز وبلاستيك. عشان الموبايل ده في الشكل بيدي انعكاسات كده والظهر شبه الازاز، بس هو في الاخر بولي كاربونيت. ومع ان تصميم الازاز بيميز يعني بالاحساس البريميوم، الا ان البولي كاربونيت برده بيمتص الصدمات لما الموبايل بيقع، بعكس الازاز اللي بيتدغدغ. سامسونج هنا عملت حركه صايعه قوي. فاكر لما قلت لك الاول ان البطاريه 7000 ملي امبير؟ فالبطاريه هنا ضخمه والتخانه بتاعتها بتكون ازيد، فالموبايل دلوقتي بقى سميك اوريدي. سمك الموبايل هنا بالظبط 9.5 ملي، وعشان ما تلخبطش كل 10 ملي بيعملوا 1 سنتي. بس المميز هنا يعني الموبايل هنا يعتبر 1 سنتي، بس المميز هنا ان وزن الموبايل 215 جرام، اي نعم اتقل من المتوسط ولكن مش اتقل حاجه، لان شفنا موبايلات ثانيه بتعدي ال 220 جرام والبطاريه ما بتكونش عملاقه زي الموبايل ده. لو بصينا في الجهه الخلفيه بنلاقي الاربع كاميرات في الظهر على شكل حرف ال L، ومعاهم الفلاش في مستطيل على الشمال، وده نفس الشكل اللي شفناه في الجالاكسي A71، وشكل الموبايل الحقيقه شيك جدا وعاجبني. لو بصينا في الجهه الاماميه للجالاكسي M51 بتلاقي شاشه 2020، شاشه 2020 اللي فيها ثقب الكاميرا الاماميه والحواف اللي هي القليله بباقي سلسله الام، واللي كان بيكون فيها عاده الحواف اكبر شويه، وخاصه التشين او اللي هو الجزء السفلي. لو بصينا على الجنب اليمين من ال M51 بنلاقي زراير الصوت، وتحت منهم زرار الباور واللي مدمج فيه البصمه، ودوت افضل مكان ليها ان هي تكون على الجنب. وكمان ممكن عادي كان يخلوا البصمه مدفونه تحت الشاشه لو عاوزين، بس برده بصمه الجنب بتكون اسرع. وعلى الجانب الشمال للموبايل بتلاقي السيم تري او درج الشرايح، واللي هو بيدعم هنا خطين وكارت ميموري في مكان مستقل. ولو بصينا من فوق بنلاقي المايك الثانوي لعزل الضوضاء، ومن تحت بنلاقي السبيكر، وجنبه مايك المكالمات، وفي النص منفذ الشحن التايب سي، واخيرا منفذ الهيدفون جاك
3.5 مليمتر. ورأيي التصميم هنا يعني شكله كويس جدا ويعتبر اشيك موبايل في سلسلة الام منهم لحد دلوقتي. اي نعم الموبايل اتقل شوية والسمك بتاعه ازيد بس الشكل مازال حلو برضه. وطالما بنقول سامسونج يعني افضل واكبر مصنع في العالم لبانل الشاشات الاملت بجودة عالية. لو بصيت الصورة بسرعة على الاحصائيات اللي قدامك هتلاقي ان سامسونج تحت في اخر صف مستحوذة على 90% من الشاشات او من سوق الشاشات الاملت في الموبايلات اللي موجودة كلها في السوق. باقي الشركات بقى بيشتروا منها. الشاشه هنا سامسونج M51 شبه شاشه الجالاكسي S21. نتكلم هنا في 6.7 بوصه يعني شاشه تعتبر كبيره واسيب من المتوسط. والشاشه هنا ممكن تسمع ان هي سوبر اموليد بلس وكلمه بلس دي ملخصها ان دي تقنيه التصنيع اللي هي المتطوره اكتر واللي بتخلي الشاشه تكون رفيعه شويه من السوبر اموليد العادي. طيب جميل بقى نوار انا هستفيد ايه بقى من الشاشه دي؟ عمال تقول لي احصائيات وكلام لطيف قوي. تستفيد باحسن تجربه لمشاهده المحتوى واحسن الوان كونتراست وشاشه هنا كمان بتوفر البطاريه عشان اللون الاسود بيكون البكسلات اصلا مطفيه يعني ما نورتش اصلا عكس شاشات الاي بي اس ال سي دي. الشاشات الاملك كل بيكسل فيها بينور على حده. تطبيقات ممكن تنزلها من جوجل بلاي بتستفاد من الموضوع دوت، مثلا تخلي لك الحواف تنور الوان لطيفه. شاومي كانت عامله الميزه دي في حاجه زي المينو 10 لايت. ولو انت بتسال نفسك شاشه يعني سوبر اموليد 60 هرتز ولا اي بي اس 90 هرتز، طبعا من غير ما تفكر سوبر اموليد 60 هرتز احسن. لان الشاشات الاي بي اس الجديده اللي هي ال 90 وال 120 هرتز دول في اللي بتنزل دلوقتي موبايلات ب $200 وممكن اقل شويه كمان بيكون بانل اي كلام والكواليتي فيه قليل مش افضل حاجه. كل ما افتكر حاجه ممكن تكون محتار فيها اجاوبك في الفيديو عليها. والغريب ان في بعض التعليقات بتسالني في يعني في حاجات قلتها اصلا، بيجي حد بيسال تحت الفيديو في حاجه انا قلتها في الفيديو. في حاجه اخيره برضو عاوز اقولها لك هنا ان زوايا الرؤيه في الشاشه السوبر اموليد بتكون احسن من الشاشات الاي بي اس ال سي دي، وكمان التاتش بيكون محسن اكتر، وده اللي بيخلي منافس سامسونج اللي دايما كان بينهم قضايا ومشاكل يضطر يشتري شاشات منهم. وبتكلم هنا عن مين؟ عن شركه ابل مصنعه الايفون، بس طبعا بتخليهم يعملوا شاشات بمعايير ابل. وفي زجاج حمايه على الشاشه هنا من الشركه الامريكيه كورنينج واللي هو الاصدار التالت. مش افضل حاجة ايوه، يعني توقعت مثلا يكون حاجة زي الاصدار الخامس. سامسونج دايما في الفئة المتوسطة والاقتصادية اداء الموبايل او في الالعاب ما بيكونش افضل حاجة وما بيكونش زي اولوية عندهم. بيديك ايوه احسن شاشة بس في المعالج بقى بيكون متوسط واحيانا ممكن يبقى اقل من المتوسط بشوية ما عدا الجالاكسي A71 والجالاكسي A80. الموبايل ده الوحيد في سلسلة الام بيجي من الشركة الامريكية سناب دراجون بمعالج محترم واللي هو سناب دراجون 730G. معالج العاب كويس في الفئة المتوسطة العليا شفناه في الجالاكسي S21 في اوبو رينو 2 السنه اللي فاتت. المميز ان المعالج ده بيقدم اداء قوي ومستقر. خلي بالك بالنسبه لفئه 2 مش بنقارنه بالمعالجات الاحدث او الاغلى، وبرده بيبقى فيه سخونيه اقل لو قارناه مثلا بمعالجات ميديا تك. بتكلم هنا عن الهيليو G90T عشان سناب دراجون 730G قائم على معماريه تصنيع 8 نانومتر. وده معناه ايه 8 نانومتر ده؟ ان الشيب هنا بيوفر في البطاريه وكمان بيسخن بشكل اقل. بالنسبه للالعاب الثقيله زي كول اوف ديوتي بتشتغل هنا فيري هاي في الكواليتي والفريم ريت، بس الجيمرز عارفين ان تنزل احسن الكواليتي عشان تاخد فريم ريت وتاخد استقرار احسن. فريم ريت اهم بكتير. والموبايل هنا اداؤه مستقر جدا مع الالعاب الثقيله، هتقدر تلعب لساعات متواصله بدون بقى ما تكون قلقان جدا ده في اوفر هيتنج. لا ده السخونيه بتاعت الموبايل هيسخن اه زي اي موبايل عادي ما تقلقش، انما مفيش موبايل ما بيسخنش في الالعاب الثقيله مستحيل. الموبايلات عامه بتسخن مع ثلاث حاجات: العاب ثقيله، استخدام كاميرا لوقت طويل، والشحن السريع. توقع الموبايل سخن وما تقلقش. واخيرا ده الموبايل الوحيد في سلسله الام اللي اقدر اقول لك لو انت جيمر انك انت يعني جيمر تقيل وعاوز موبايل فئه متوسطه فده ممكن يكون اختيار مناسب جدا ليك. وعشان الاداء ما يكملش الا ببطاريه قويه بتدعم الاداء ده، فسامسونج كانت بتنزل بطاريات 6000 ملي امبير قبل كده في سلسله الام. سريلمي بقى هتنزل C15 فسامسونج حبت تعلي عليهم ببطاريه عملاقه 7000 ملي امبير عشان ترجع تاني مفيش حد زيها في البطاريه في سلسله الام. كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات على قد ايه الالعاب الثقيله دلوقتي زي ببجي كول اوف ديوتي بتاكل من البطاريه ومحتاجين يعني ساعات بطاريه ما تبقاش اقل من 5000 ملي امبير. الفتره اللي فاتت يبقى لنا 5000 اقل حاجه 5000. في موبايل معروض في كان في ام دبليو سي 2019 كانت بطاريته 18000 ملي امبير، بس ما كانش موبايل ببطاريه دي، كانت بطاريه وطلع لها موبايل. انا بقول لك بس عشان لو سمعت عن الموبايل ده كان اللي عاملاه شركه متخصصه في البطاريات اصلا، ف وكان عامل زي ما شاء الله زي قطعه الهريسه كده حاجه سميكه جدا البطاريه
18,000 حاجه ضخمه. بعدها بشهرين الشركه كنسلته وما نزلش رسميا الاسواق. بقول لك كده بس عشان ما تجيش تقول نوار ضحك عليا وقال لي ده ال M51 7000 ملي امبير وما شافش اعلى منه وفي 18,000 والتاني ما نزلش. هو تحدي كبير بالنسبه لموضوع البطاريه دوت ان هو السمك بتاع البطاريه بيكون اكبر كل ما تكبر البطاريه وكمان الوزن. بيطمنا بقى على البطاريه. ساعات كتير كانت سامسونج بتخيرنا، ها عايز بطاريه ضخمه ومعاها شحن متوسط ولا بطاريه متوسطه ومعاها شحن سريع؟ اختار. الموبايل ده سامسونج هنا ما رضتش تستخسر فيك حاجه. يلا يا عم عايز شحن سريع، ادي لهم ال 25 واط زي جالاكسي اي 71. الشركه بتقول انه بيشحن بطاريه كامله في 115 دقيقه، يعني ساعتين الا 5 دقايق، حاجه محترمه جدا بالنظر ان دي بطاريه 7000 ملي امبير. طيب لحد دلوقتي احنا شايفين ان الموبايل هنا كله تمام ما عدا الملاحظه بتاعت اللي قلناها في الاول، بس الاسطوره بتقول ان دايما بيكون في حاجه ناقصه، في حاجه كده لازم تخرجك من المود. قبل كده كان الاداء بتاع الموبايل هو الحاجه الناقصه، بس المره دي هتيجي بقى في ايه، في الكاميرات ولا ايه؟ سامسونج ام 51 بيجيب 4 كاميرات في الظهر، 2 ليهم لازمه و2 ما لهمش لازمه. الاساسيه 64 ميجا بكسل بفتح العدسه اف 1.8 ونتائج الصور جميله جدا، وفي الاضاءه القليله شغاله بس بتلاحظ ان في شويه نويز في الصور، ودي برده تعتبر حاجه طبيعيه عشان السنسور بتاع الموبايل بيبقى صغير. والسوفت وير بالليل بيعلي الاي اس او عشان الصوره او عشان الصور بتاعتك تطلع منوره اكتر. واكتر حاجه جذبت انتباهي في الصور هو الديناميك رينج بتسمي بيه سامسونج، برده معالجه الوان سامسونج واللي قريبه من الالوان الحقيقيه اللي بتشوفها العين، يعني ما تلاقيش مثلا الوان فرقعه جامد او الالوان قوية جامد. تاني كاميرا مفيدة هنا وبحبها هي عدسة الكادر الواسع والالترا وايد واللي هي هنا 12 ميجا بكسل. بص هي 128 درجة، يعني مش أفضل حاجة أو مش كادر واسع أوي في أفضل منها، شفنا على سب كادر أوسع، بس مازال هتلاقي اختلاف كبير أوسع من الكاميرا الأساسية. وأخيرا عدسة الماكرو عشان تقرب على بعد 4 سنتي مثلا وتاخد صور بأدق التفاصيل، وتعتبر ملهاش لازمة برأيي عشان ممكن تتصور أصلا بالكاميرا الأساسية وتعمل كروب للصورة يظهر لك تفاصيل وتكون افضل. واخيرا عدسه العزل اللطيفه واللي ملهاش برضو لازمه عشان السوفت وير بيقوم بالموضوع دوت، وفي شركات شالتها اصلا وحطت مكانها مثلا عدسه زوم، وده اللي كان نفسي هنا فعلا يعملوه. لو كانوا حطوا زوم بدل ماكرو او بدل عمق كان هيبقى احسن، زوم حقيقي مفيد اكتر من الكاميرتين الاخرانيين دول. والموبايل هنا بيصور فيديو بجوده 4K، وكاميرا السيلفي هنا 32 ميجا بكسل بفتح العدسه اف 2. وكان نفسي هنا نشوف كاميرا تانية مثلا للكادر الواسع بس للسيلفي بقى، زي حاجة مثلا زي ريمي 6 برو او انفينكس 08. كاميرا الكادر الواسع دي هي يعني كاميرا جاحدة الحقيقة، فأي موبايل بحب استخدمها جدا، يمكن أكتر من الكاميرا الأساسية مع إنها بتكون أقل منها شوية في الكواليتي. سامسونج M51 بيجي من العلبة بأندرويد 10 واجهة سامسونج One UI 2.1. الشبكة والصوت كويسين بس ما فيهمش حاجة مميزة يعني. المميز بقى إنك ممكن تستخدم الموبايل دوت بسهولة لشحن موبايل تاني. طيب الأسعار بقى إيه الكلام واللي هيتوقف عليها؟ يعني حاجات كتير. الموبايل ده نزل بره بنسختين، 6 رام مع 128 جيجا مساحة داخلية بحوالي 340 دولار، يعني ما يعادل 5350 جنيه، و8 رام مع 128 جيجا مساحة داخلية ودول 368 دولار، دول يعملوا حوالي 5800 جنيه بالمصري. الفرق الوحيد بين النسختين هنا هم 2 جيجا رام زياده. طب عشان بقى نعمل ريكاب سريع كده، الموبايل ده بيقدم اكبر بطاريه موجوده حاليا 7000 ملي امبير، وشاشه سامسونج الرائعه جدا السوبر اموليد، تصميم كويس وخامات فوق المتوسطه، شحن سريع، والاهم من كل ده معالج بيعتمد عليه اخيرا في الالعاب. ومن العيوب برده ان مفيش سماعه ولا جراف في العلبه، وبرده السعر يعني كنت متوقع الحقيقه، يعني لو كانوا يقللوا فيه شويه دي سلسله الام يا جدعان، بس سامسونج متاكدين الموبايل ده لما ينزل هيعمل ضجه كبيره وهيبيع كويس، وهم ما استخسروش فيك حاجه الحقيقه من سلسله الاي، يعني حاجه زي الاي 71 اغلى منه ما استخسرش فيك هنا حاجه. لسه ما فيش اخبار دلوقتي هينزل الموبايل امتى، بس اكيد انتوا عارفين لما بيوصل لي اي خبر هنزل بوست في القناه، فتاكد انك مفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي حاجه جديده. ما تنساش تقول رايك تحت في الكومنتس وعلى انت متحمس الموبايل ده ولا لا، بس ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وفعل الجرس، وتابعنا على الانستجرام لو عندك اي سؤال بنرد على الاسئله على الانستجرام وفيسبوك، الروابط تحت الفيديو. كان معاكم محمد نوار واشوفكم الفيديو الجاي. بليز.